الحزب في أي حزب؟ طيب نحاول كذلك مش ما بعطلكش. نعم يا الله يا معين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم على بعض. ورفع بعضهم درجات. أي عاود. وفضل بعضهم تلك الرسل. أي تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. أي منهم من كلم الله ورفع بعضهم على بعض. مفيش على. ورفع بعضهم درجات. امشي على. ورفع بعضهم درجات وآتينا. صحيح امشي. وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. ايه؟ ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا. ايه؟ فمنهم من آمن ومنهم من كفر. صح. ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل. مين في مين؟ أنفقوا عاوز. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل. مما رزقناكم من مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. لا تأخذه سنة ولا نوم. له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. ولا يحيطون بشيء. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. 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 وسع كرسيه السماوات والأرض. والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين. لا إكراه في الدين. قد تبين الرشد من الغي. من الغي. فمن يكفر بالطاغوت. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. والله غني. والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. بارك الله فيك. أحسنت. تفضل. أي تفضل. بارك الله فيك. مشيوا اللي بعد. أي الوسط. لا أنا نعيطهم بعد وشي توك. تفضل أنت. عاوزينك. هي بالشركة. هي مسج. هي تفضل. هي مسج. تفضل. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه
ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشرها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ 4 من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عليم عزيز حكيم ومثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أحسنت ما شاء الله الله يفتح عليك ما شاء الله أي تفضل أي نعم أحسنت خلها تقيد إن شاء الله طيب إن شاء الله طيب ما شاء الله لك نعم قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار وله فيها أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل
كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. أحسنت بارك الله فيك، شكرا. فضلي أحسنت. الله لطيف بعباده. سلام. بسم الله الرحمن الرحيم. ارفع صوتك شوي. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض تنفقون. عاود في عقلك. كيف ركز. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم تنفقون. ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. الشيطان يعدكم الفقر والفحشاء ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. نعم. تبدو الصدقات فنعما. لا وما أنفقتم. عديتي أيها. أي ركز. وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار. إن تبدوا الصدقات فنعمة هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. فهو خير لكم ونكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير. كيف يعطيك الصحة. شكرا. فضلي. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. أي. وما تنفقوا من خير فلأنفسكم أي. وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله. وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. عاود لي مش فيك الآية. عاود. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء.
يشاء أي؟ وما تنفقوا من خير فلأنفسكم أي؟ وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله أي؟ وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون صحيح. الفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا صح. وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم الذين ينفقون على مخرج الفاء شوف الذين ينفقون الذين ينفقون أموالهم بالليل الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون صحيح الذين يأكلون لا الذين قول 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 الذين يأكلون الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الشيطان الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله امشي. ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون إن الذين يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم صحيح إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون أحسنت هذا كف من متاعك بارك الله فيك شكرا انتبه للإخفاء فقط نعم أحسنت الله وعليكم السلام يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا
فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. أحسنت بارك الله فيك شكرا جزاك الله كل خير تلاوة طيبة مباركة آي ستي. نعم وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي ائتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله لا الوصل أولى بالنسبة لقوله لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. صحيح. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. آمين بارك الله فيك حسنت شكرا آية 8 الأخير تفضلي السلام. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي
القيوم. قديش فاهم من وجه؟ نزل عليك. قديش فاهم من وجه؟ ألف لام ميم الله كم من وجه؟ قالوا بالوصل. أي في الوصل. طول والقصر. أنت عملتي استوى عملتي القصر. نزل الطول تراجي بالطول. ألف لام ميم الله. لا الوصل نحكيه على الوصل. على الوصل. أي. الوصل كيما عملتي طول على طول. اه بالطول آه؟ مع الوصل. مع الوصل. في قصر وطول. قصر وطول. ميم الله. زيد شوية. ميم الله. ها. ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم. امشي. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه. وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة ترونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب فتح الله لك أحسنت تلاوة طيبة بارك الله فيكم جميعا جزاكم الله كل خير